السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش شرح كيف نحسب الديد لود. طبعا هذا المفروض يكون من أول فيديو من فيديوهات الدورة، بس حبيت أحطه قبل الرد كلاب عشان يعني نتعلم كيف نحسب الديد لود. أول شغلة شغلة هذا الفيديو راح يكون مش فقط لهذه الدورة اللي هنتعلمها، كمان لمادة الكونستراكشن فيها موضوع الديد لود. طالب مثل الكونستراكشن بيقدر يستفيد من هذا الفيديو. راح نبلش نحكي عن الديد لود كالكوليشنز، سواء كان عندي سوليد سلاب أو بشكل عام يعني فلات سلاب. بس السوليد سلاب مش نفسه فلات سلاب، بس كروس سكشن بيكون نفسه. نحكي عن الون واي ريبت، ونحكي عن التو واي. هدفنا بهذا الفيديو نتعلم كيف نحسب اللود وكيف نستعمله في من خلال الحسابات، سواء نحسب وزن السلاب يعني من خلاله نحسب المومنت والشير، كمان من خلاله نحسب يعني مثلا نحط برامج ونقدر نصمم سلابات. أول شغلة نبلش فيها هي سوليد سلاب. سوليد سلاب بالعادة الكروس سكشن تبعها بيكون مثل هيك، تمام؟ وأنا أجي هون الكروس سكشن بلاقي زي هيك، بلاقي عندي مثلا عندي زي إضافة أو قصارة تكون سمكتها بالعادة مثلا 3 سنتي، 1 سنتي، 2 سنتي. هون أنا حاطه هون 3 سنتي. يكون عندي السقف نفسه، سماكة السقف، سماكة الكونكريت، الآر سي، الخرسانة المسلحة تكون هون بس الحديد والكونكريت مثلا سماكتها 12 سنتي. بعدين بحط أنا رمل، مورتر، فايلز وهكذا. أنا هسه هذا الكروس سكشن بدي أحسبه على المتر المربع الواحد. لو كان عندي سلاب خلص انا بدي على المتر المربع اصلا، يعني انا الدبليو بتكون عندي كيلو نيوتن متر المربع مثلا، او طن على المتر المربع، كيلو جرام على المتر المربع، تمام؟ راح تقول لي تمام. هسه شو بدي اعمل؟ ابلش احسب كل واحد ايش سماكته بكل بساطه. وزن، الوزن كيلو نيوتن متر مربع يساوي هو عباره عن الكثافه جاما ضرب الارتفاع ضرب الثيكنس ضرب thickness. طيب يهمني بدي اشوف كثافة، مثلا كثافة ايش؟ كسارة، كثافة الار سي، كثافة الرمل، كثافة الموني، كثافة التايلز، اضربه بسماكة كل وحدة طلع عن الوزن بالكيلو نيوتن كل متر مربع. يعني هون البلاسترنج سماكة 3 سنتي كثافة البلاسترنج، الار سي 12 سنتي 12 سنتي كثافة الـ RC والسان. طيب أنا وين أجيب كثافاتهم؟ كثافاتهم مشهورة حسب الموقع حسب كذا. أنا هون في عندي تيبل خاص للستاندرد، ستاندرد تعديل بكون عندك ثانية. طيب خلينا نبلش أحسب الديلود أنا للسوليد سلاب. عادي السوليد سلاب بس دائما قبل ما نبلش نختار أريا ندرسها، اللي هي اسمها ستدي أريا. هاي الستدي اريا عبارة عن مساحة بدي ادرسها مثلا بالسوليد سلاب. بالسوليد سلاب بالعادة بالسوليد او بالفلات سلاب بتكون عبارة عن ايش؟ عبارة عن 1 متر 1 متر، يعني متر مربع، يعني بتكون متر مربع. يعني لو انا عندي سلاب هيك، تمام، تكسي عبيمات واعمدة، انا باخذ هذا الجزء مثلا ادرس هذا الجزء، بدرس جزء معين زي هيك، ارض واحد ارض واحد. المساحة لما انا اقطعها واطلع عليها بطلع عليها بلاقيها زي هيك، بلاقيها زي هذا الشكل، بلاقيها زي هذا الشكل. فهيك انا بجيب انا الوزن على الكيلو المتر المربع، بالتالي بقدر اجيب على السلاب كاملة. بس بدنا نبلش اول شيء البلاسترنج. لو تنزل على التيبل تدور على السمنت بلاسترنج تلاقي عندك هون سمنت بلاسترنج يقول لك انه كل 10 ملي عندك كيلو جرام 21 كيلو جرام، تمام؟ تعمل له كالتالي، خلينا ننزل تحت هيك شوي، نجي نقول له كالتالي، كل 10 ملي، 10 ملي يعني كم؟ 1 سنتي، تمام؟ فبقول له انا كل 1 سنتي يعطيني كم؟ يعطيني 21 كيلو جرام متر مربع، تمام؟ يعني هون كيلو جرام متر دوت سكند، هاي مش دوت سكند، متر تربيع سكوير، متر سكوير، هم مخربطين، تمام؟ جرام متر تربيع. فأنا كم عندي بالسكشن اللي فوق؟ السكشن اللي فوق عندي إياها 3 سنتي، بالتالي شو بعمل؟ 3 سنتي بدها تساوي
بدها تساوي متر مربع في التناسب، نسميها إكس مثلا، كي إكس ضرب واحد تساوي 3 ضرب 21، بالتالي إكس بتساوي 21 في 3 اللي 63 كيلوغرام على المتر المربع. أنا أعتبر إن محول جاهز، إنه أنا سانتي وأنا سانتي أنتم مع بعض راحوا مع بعض، تمام؟ قولي تمام. إيش بقدر أقول عنها؟ بلاسترينج. خلنا نظبط بس الخطوط هيك يعني. العنوان راح نضيع وقت ليش يعني. الفكرة يعني ننزل نطلع لوين؟ للار سي سلاب. الار سي سلاب كثافة الار سي 2500 كيلوغرام متر دوت تي، سي يعني كيوبيك يعني كيلوغرام متر تكعيب، كيلوغرام كل متر تكعيب. فبالتالي انا بدي اضربها مشان اخليها كيلوغرام لكل متر مربع، بدي اضربها بالسماكة نفس السلافة نفس السلافة. شو بحكي قديش الكثافة عندي مثلا بهذا السؤال؟ 12 سنتي. انت هذا كله انت بتتحكم فيه كمصمم. هسه باجي اقول له ار سي لا تمام، ار سي سلاب. شو باجي اقول له؟ بحكي له انا عندي الوزن شو بساوي؟ وزن سلاب مثل ار سي شو بساوي؟ بساوي عبارة عن 2500 ضرب في كم سماكتها؟ 12 سنتي، 12 سنتي يعني بوينت 12، بس بحكي زي هيك 2500 في بوينت 12 عندي 300، يطلع عندي 300 كيلوغرام على متر مربع. تمام، كيلوغرام متر مربع. ايش وزن ال ار سي؟ بعدين نطلع في عندنا ساند. ساند وين الساند؟ اي ساند انت تقرا في البوك من 1500 1800 1500. قول له ساند تمام، ساند بقول له ساند تساوي يقول لنا 1500 سمك بالساند. كم كثافة الساند؟ كثافة الساند مطلية بالرسمة، مش كثافة الساند لا، هي 3 سنتي، 3 سنتي يعني 0.03 يعني 3 على 100، هو تساوي خلي حاسبة 45 ايش كيلو جرام على متر مربع. احنا بنحسب كله على المتر المربع. تمام، بعد الساند نحسب المورتر. المورتر كم كثافته؟ 2100، ايوه سيمنت مورتر مون الاسمنتية. كم سماكتها؟ 4 سنتي. نجي نقول له سيمنت مورتر تمام، تقول لي تمام ايش سماكتها؟ تقول لي اذا كنت نسيت، بس المهم نحكي مورتر بتساوي 2100 ضرب اللي هي السماكة قلنا 4 سنتي يعني كم؟ 0.04 هو تساوي 84 بعد كيلو جرام على المتر مربع. تمام، آخر إشي اللي هي سايز. الجايدز يحكي لك كالتالي، التايز او تنزل ما فيش هون التايز، التايز موجود هون بالكيلوغرام متر مربع. التايز بقول لك رازو كل 1 سنتي بتعطيني 20، كل 1 سنتي بتعطيني 20 كيلوغرام للمتر مربع. بالتالي انا كم سماكتها فوق؟ ما يعطيني اياها سماكت 3 سنتي. 3 سنتي بدها تعطيني، بقوله بكل بساطة إكس بتساوي 3 ضرب 20 وتساوي 60 كيلوغرام على متر مربع. تمام، راح تقول لي تمام. هيك أنا إيش عملت؟
حسبت لود، حسبت الديد لود، حسبت السكشن كامل على المتر المربع. شو بسوي هسه فيهم؟ بجمعهم، بحكي مجموع ديد لود، مجموع ديد لود تساوي عبارة عن 60 مثلا زائد 84 زائد 45 زائد 300 زائد 63 غيرهم. لك ايش اسمه البارتيشن؟ انا لو بالسؤال ما ذكر لي قيمه البارتيشن خلص، لا يعني هسه في حاله انت قاعد تحضر لماده الكونستراكشن جاب لك سيره البارتيشن لا تحفظه، تمام؟ بس في حال جاب لك سيره البارتيشن بتجمع البارتيشن زائد بارتيشن، تمام، زائد بارتيشن معك بالسؤال من 100 ل 150، تمام. خلينا نفرضه 100 كم بيساوي؟ بتجمعهم كلياتهم اللي طلعوا معك قبل، تيجي تحكي له 60 زائد 84 زائد 45 زائد 300 63 زائد 100. البارتيشن طلع معي 652 كيلو جرام على المتر المربع، تمام. هسه في عندي شيء اسمه لايف لود، هذا انا لو بدي احسب دبليو التيميت على السلاب. بقول لك اللايف لود بالعادة حسب المنشأ اللي عندك، يعني إذا عندك مبنى سكني قلنا 2 كيلو نيوتن مربع يعني 200 كيلو جرام وهكذا. اللايف لود كيفن، تمام، اللايف لود كيفن، بدك تحسب دبليو التيميت. دبليو التيميت بتحكي له هي عبارة عن 1.2 ديد لود زائد 1.6 لايف لود. فبالتالي حسب السؤال اللي عندنا فوق تيجي بتقول له دبليو التيميت بتساوي 1.2 ضرب 652 زائد 1.6 على فرض انه انا عندي لايف لود 200 كيلو جرام، بتساوي بتجمعهم 1.2 ضرب 652 زائد 1.6 ضرب 200 يعني 1124 1102 قصدي، هاي ايش كيلو جرام على المتر المربع. اذا بدي اياه بالكيلو نيوتن تقريبا بقسم على 10 فبتعطيني 11.02 كيلو نيوتن للمتر مربع. فهيك انا بكون حسبت السكشن او شو اسمه لود للسوليد سلاب. سؤال سوليد سلاب سواء وان واي تو واي فلات سلاب ما بنحلش غير بالطريقه. طيب ممكن بالامتحان ما يعطيكهاش اذا كان كونستراكشن او بالموقع يقول لك الموقع ما عنديش هاي الشغلات، عندك مواد ثانيه بتستعملها. فهيك السوليد سلاب انتهى، خلاص راح نبلش السلاب سواء one way أو two way. تمام هيك أنا حسبت. طبعاً لما أنا عملت هون إنه 1 سنتي 21 3 سنتي، أنا فعلياً المفروض هون أضرب في الستدي أريا في حيث يعطيني الناتج بالكيلوغرام، بس أنا عندي لأنه الستدي أريا هي 1 متر مربع ما ضربت بواحد، فكانوا كل النواتج كنت أطلعها بالكيلوغرام متر مربع. اعتبرني ما حكيت شيء الملاحظة، هذا الحكي for solid slab سواء two way one way or two way، تمام. الحكي one way او two way. هسه بدنا نيجي نحكي عن الريبد سلاب، عن الريبد سلاب، تمام، عن الريبد سلاب one way rib one way rib slab. هاي كيف بحلها؟ طبعا هاي السكشن تبعها نوقفه على فراغ، طبعا هذا سواء one way او two way السكشن هو تمام. خلينا نرتب الشغل مظبوط مثلا هون تمشيه عشان نرتب الحل. هذا table of materials عشان لما نزل الملف على الوصف يكون واضح وسهل يعني. هاي سؤال جوان نوعي
كل الخطوه واضحه. بس بخصوص الوان ويربت، الوان ويربت هسه لازم يكون يعطيك السكشن تبعها انه كيف شكلها السلاب. فانا رسمت لكم رسمات من عندي للامانه، هي مثلا زي هيك. هاي اذا كان عندي وان واي ريب هيك مثلا بكون شكلها، كان عندي تو واي ريب بكون هيك شكلها. هسه نيجي للوان واي ريب. لو عندي سلاب بانل يعني معينه 5 وارتفاعها 8، بالعاده الاعصاب بتكون بالاتجاه القصير. فكيف اتجاه الاعصاب؟ لاحظ الاعصاب هسه هذا بلوك، تمام، هذا بلوك صفه انا زي هيك، هذا عباره عن اعصاب، وهذا الاشي عصب، هذا عصب وصبهم كونكريت واللي جنبه بلوك. هسه شو اللي بصير عندي بهذا الاشي؟ بصير عندي كالتالي. هسه احنا ناخذ ستدي اريا كالعاده، احنا السوليد سلاب حكينا عنها الستدي اريا تبعتها 1 متر مربع، كتبتها شلون؟ ستدي اريا تساوي 1 متر كروس 1 متر تساوي 1 متر مربع، تمام؟ دائما للسوليد سلاب ثابت، بس بالون ويربت سلاب لا، الستدي اريا انت بتختارها، ستدي اريا انت بتختارها. بتكون عباره عن ايش؟ بتكون عباره عن وان بلوك زائد وان، تمام؟ دائما بتكون عباره عن وان بلوك زائد وان ريب، تمام؟ كيف يعني وان بلوك زائد؟ مضروبه في كم؟ مضروبه في نمبر او مضروبه في ويد اوف بلوك، برد نمبر اوف بلوك. طب راح تسالني شو يعني؟ شو هذا الاشي؟ بقول لك بكل بساطه، والاحنا بدنا نفرض هي دائما ثابته، الستدي اريا بتكون عرض واحد بلوك زائد عرض واحد رب، وهون طول، خلينا مشكله طول او عرض، وهون طول زائد هي اساس. بفهمك شو يعني ويث وشو يعني لينكس وعدد البلوكات. هسه بدي احل انا سؤال معين اللي هو وليكن هذا، بدي احله بطريقتين. راح تقول لي كيف بدك تحله بطريقتين؟ لا تتلي. بدي احله مره اخذ الستدي اريا عباره عن 2 بلوك، مره اخذها عباره عن 5 بلوك، بدي اخذها انا ما احل على بلوك بلوكتين ولا ثلاث ولا اربعه ولا خمسه، نفس الشيء. كيف يعني؟ بقول لك نرجع لمخطط الاوتوكاد هون. لو انا بدي اجي اخذ الستدي اريا عباره عن، بس كيف اتجاه العصب عندي؟ اتجاه العصب عندي هيك. انا لو جيت حكيت لك بدي اخذ الستدي اريا عباره عن بلوكتين، زي هيك، اخذ هذول، اخذ هاي، هيك عباره عن ستدي اريا، تمام؟ هي عباره عن واحد بلوك، تمام، زائد واحد عصب، يعني زي هيك. هاي هي ستدي اريا، هاي الستدي اريا بالاتجاه هذا، تمام؟ الاتجاه الثاني انا بتحكم، باخذ بلوكه واحده، باخذ بلوكتين، باخذ ثلاث بلوكات، باخذ اربع بلوكات، باخذ خمس بلوكات، انا حر. ساعتها انت حر، يا بتاخذ مثلا بدي خمس بلوكات بالمتر، بلوكتين بالمتر، بلوك بالمتر، هي بعتمد على عرض، البلوك. انا هون حط لك، حكي لك انه عرض البلوك 20 طوله 40 والعصب 12، رح تقول لي تمام. هذا الشيء شو بنستفيد منه؟ لك تعال ابن الحلال، انا عندي هون، سكشن على الوورد، تمام؟ مش اذا نفسه، هيو انا حط لك البلوك 12 40 20 ب 18 ومعطيك وزن البلوك 15، تمام. يعني هذا السكشن انا جبته من النت، تمام، هذا السكشن جبته من النت، وسبحان الله طلع زي ما انا راسم هون، لانه اصلا الستاندرد بالعاده بيكون هيك، الستاندرد. هسه بدنا نبلش نحل. باخذ الستدي اريا انا اول مره اخذها بلوك واحده، يعني بدي اخذ الستدي اريا عباره عن واحد بلوك واحد عصب، يعني هاي الستدي اريا. هي بتكون شكل الستدي اريا، الستدي اريا بتكون من نص البلوك هاي، نص البلوك هاي كي الستدي اريا. فوت لجوا كم؟ واحده، تمام؟ هي الستدي اريا، هي الستدي اريا اللي بدي اخذها، تمام؟ هي الستدي اريا. اما انا هسه هون ما اخذها، كم العرض هذا؟ 20، وكم العرض هذا الطول؟ بقول لك 12 زائد نص بلوك من هون زائد نص بلوك من هون، كم النص البلوك اللي من هون؟ من هون 20، ومن هون 20 بتكون بوينت 5 2،
عدد البلوكات بلوكة واحدة، تمام. طيب هون شو بصير عندي؟ width of one block، تمام. هذا بهاي، هذا قانون بكون بناء على حفظ، بناء على فهم زي ما عملت على البلوكات. يلا هسه شو بسوي؟ بقول له بكل بساطة طلع الشغلات اللي نحن تعلمناها، خصوص البلاسترنج فهي نفسها، تمام. هاي خذها زي ما هي. ايش انا عندي هون 2 سنتي بالرسمي، هاي 2 ب 21 فهي 42، تقول لي تمام. خصوص هون في عندك بلوك، بتيجي هون بتضيف خانه جديده اللي بفرق عنك عن هاي، اقول لك خلينا نحسب الاشياء الثانيه ونخلي البلوك رب نفس الشيء. يعني هون الكوب مات، الكوب مات عباره عن ار سي، تمام. مات هي عباره عن ار سي، نفس ايش؟ نفس هاي، تمام. هاي هي التوبمات اللي بتكون صبب بتنحط فوق البلوك، تمام. قد ايش سماكتها؟ 7. كم كانت سماكتها؟ نفس الاشي، وين الار سي سلاب، هاي بتقوله زي هيك، بتقول له زي هيك. ما هي ايش بتعمل هون؟ بتسمي توبمات. هون كم سماكتها؟ بقول لك بوينت او 7، تمام. بتقول لي 500 بوينت او 7، بوينت او 7 175. ايش طبعا كيلو جرام على المتر المربع على الستدي اريا اللي هاي تريك. فان شاء الله فيديو ثاني مش على اليوتيوب، يعني راح يكون تريك. هاي التوب مات وين؟ التوب مات وين؟ متر مربع. طب ابدي على الاستدي اريا، الاستدي اريا لسه ما قررت اختارها، اعطيكم اياها كدائل. هنا بس للشيء الثابت على المتر المربع ثابت. هون الساند 10 سنتي، بنروح نيجي على الساند هون. طبعا مش منطقي 10 سنتي، بس يلا مشيها. ساند 10 سنتي يعني بوينت 1، كم بيعطيك؟ مية وخمسين، تمام. بيعطيك 150. فضل كمان، ظل عندك المورتر 3 سنتي، وين المورتر؟ طب كل سكشن بيختلف حسب انت كمصمم انشاج بدك تختار. ستين كيلوغرام لكل متر. التايلز هون 3 سنتي، فهي نفس ما هاي نفس ما، تمام. بس هذولا ثابتين من اي سلاب لاي سلاب ثاني، من اي سلاب لاي سلاب ثاني، تمام. هذا يطلع هذاك، مش مشكله تظهر الصوره شوي زي مشان يكون مرتب، تمام. زي ما قلت لك انا حسبت التايلز والمورتر والساند والمات والبلاسترنج نفسها. هسه شو اللي بيفرق عندي؟ عندي شيء زياده عن السوليد سلاب واللي هو مبين معي مثل عن الشمس، اللي هو البلوك والرب. بلوك والرب لا مع بعض. شو اخترت الستدي اريا؟ اجي اختار الستدي اريا، يعني هاي 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 بشكل عام، تمام. هاي بشكل عام اخذ الستدي اريا عباره عن ايش؟ عباره عن بلوك وحده وبلوك زائد عصب. هي فعليا مش هاي، عبارة عن هاي هون هون، عبارة من هون لهون، بلوكة واحدة. يلا يجي يقول لك 1 بلوك زائد 1 ريب، ايش البلوك؟ 0.4، ايش الريب؟ 12. روب فيه الويث اوف 1 بلوك، كل بلوك واحدة 24. كم عددهم؟ انا حبيت اختار بلوكه واحده، طلع يعني عندي 0.52.2. استدي اريا هاي مربع، هاي الاستدي اريا اللي عندي، تمام. راح تقول لي تمام، بس ايش بهمني اجيب شغلات البلوك؟ بس الاشي الجديد عندي بلوك بلوكس. بتعمل بالبلوكس؟ بعمل كالتالي. بقول انا عندي
بلوك الواحدة كم وزنها؟ معطيني اياها 15، تمام. عم تحسب وزن البلوك، لك واحد بلوك يعطيك 15 كيلو جرام، تمام. تمام، بقول لك ان الواحد بلوك اعطاني 15 كيلو جرام، تمام. هسه الواحد بلوك اعطاني 15 كيلو جرام. طيب انا الاستاذ هسه بدي اشوف انا عندي على المتر المربع، انا بيهمني كله بالمتر المربع، يعني انا عندي متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع. جيت حكيت لك هسه انا الواحد بلوك اعطاني 15 كيلو جرام. طيب انا الاستدي اريا عندي كم بلوكه فيها؟ تقول لي فيها بلوكه واحده. بقول لك تمام، الواحد بلوك وزنها 15 كيلو جرام، وين؟ على استدي اريا مقدارها 0.104. تقول لي تمام، بقول لك طيب انا عندي كم الوزن اللي هو اكس في حال كانت الاريا 1 متر مربع؟ هيك بشتغل انا، تمام. كم الاكس كم وزن البلوك على المتر المربع؟ عمل نسبة وتناسب، 15 ضرب 1 تساوي اكس ضرب 0.104، فبالتالي اكس بتساوي 15 تقسيم 0.104، فبالتالي بيطلع معي وزن البلوك على المتر المربع 104.23 كيلو جرام على متر مربع، تمام. هذا ايش؟ هذا وزن البلوك على المتر المربع. جيد بشوف الاستدي اريا كم بلوك فيها؟ بلوك كم وزنها؟ وزنها 15 كيلو، تمام. الاستدي اريا الوزن اللي عليها كم؟ واحد له 15 كيلو جرام. هي الاستدي اريا. طيب المتر المربع كم فيه؟ ما نبهمنا المتر المربع نسبة وتناسب، تمام. فهيك انا اوجدت اللي هو البلوك كم وزنهم، تمام. لو طلبت منك عدد البلوكات خليها، ما بهمنيش عدد البلوكات على المربع المتر المربع، تمام. نيجي نحكي عن الرب، تمام. عن الرب بكل بساطة بنفس الطريقة. هسه كالتالي، الرب أنا هسه الرب هو عبارة عن إيش؟ برضو عبارة عن RC، بصبه حديد وتسليح. كم سمكة RC؟ 2500، تمام. بدي أطلع هسه أنا وزن الرب بالكيلوغرام. بقول لك الرب بالكيلوغرام يساوي الكثافة الكونكريت مضروب في ارتفاع الرب، نفسه ارتفاع البلوك. ارتفاع الرب أو ارتفاع البلوك 0.18، تمام. يب كم ارتفاع، كم عرض الرب لعرضه 0.12، تمام. الاشي هذا اللي انا طلعته وث فون بلوك الاستدي اريا تقول لي 0.104، تمام. فاضل بيساوي عندي، لا في خطأ. دقيقة، ما في خطأ، بس أنا هاي في خطأ. بوينت واحد الوث أوف ون بلوك، نمبر أوف بلوك، الوث أوف نمبر بلوك هي عشرين، تمام. تساوي هاي حاسبة 2500 ضرب 0.12، تمام. معي 10 كيلوغرام. 10 كيلوغرام وين؟ 10 كيلوغرام مركزة 0.8، تمام. رجع بعيد، الربس انا بحكي هو عبارة عن كيلوغرام كثافة الكونكريت 2500 كيلوغرام على المتر المكعب، بدي اضربها بالحجم. شو الحجم؟ ارتفاع الرب بعرض الرب رب عرض الواحدة زائد عدد البلوكات. انا الستدي اريا تبعتي ايش كانت؟ الستدي اريا عندي هاي، اخذتها بوينت. الستدي اريا عندي هيك، الرب اخذه كم؟ هاي الرب دي كم؟ 4. عندي 3 بلوكات 0.6، عندي 4 بلوكات 8، عندي 5 بلوكات 1، تمام. يلا نرجع، هذا الرب كيلوغرام. إذا بدي إياه على متر المربع شو بحكي؟ بحكي آه والله هذا الرب 10.8 على أي ستدي أريا؟ ستدي أريا من نسبة التناسب.
قول أنا عندي 10.8 كيلو جرام لكل ستدي أريا بوينت واحد صفر أربعة متر مربع. تمام، أنا بدي وزن على المتر المربع. كيف مربع؟ فشو بعمل؟ بعمل نسبة تناسب x ضرب بوينت واحد صفر أربعة تساوي 10.8، فبالتالي x تساوي 10.8 على واحد، عندي 3.8 5 كيلو جرام للمتر مربع. إذا طلبوا على الستدي أريا، على الستدي أريا هي 10.8، على الستدي أريا 10.8. الستدي أريا أنت لازم تكون مختارها، الستدي أريا لازم تكون مختارها. تمام، فأسا هذا الحكي إيش؟ على المتر المربع. أنا أجوبتي النهائية اللي بتهمني إذا كانت الكيلو جرام على المتر المربع، فبهمني هاي، بهمني هاي. طب خلينا نصغر الخط. بهمني هذول، أنا بهمني هذول، بهمني هذا وهذا على المتر المربع هذلاك. طيب خليني آخذ أنا study area مش زي هيك، مش زي ما عملتها اللي هي 0.52 ضرب كم عدد البلوك الواحدة 0.2. إيش هذا؟ بدي آخذ مثلا 5 بلوكات. تمام، بدي آخذ 5 بلوكات، بآخذ بلوكتين. شو بصير عندي؟ 0.52 ضرب 0.4. هسا اللي تحت هسا شو بيفرق معي؟ بيفرق معي هون. شو هسا بحكي؟ بكل بساطة كالتالي، شو بده يفرق؟ ما بيفرق معي شيء. فرق؟ ما بيفرق معي شيء. الجواب النهائي نفسه. بيفرق معي عدد البلوكات على الستدي أريا مثلا، ووزن البلوكات على الستدي أريا. نيجي زي هيك، الواحد بلوك بتعطيني 15، طب أنا كم ماخذ كم بلوك عندي؟ ده بلوكتين، فكم البلوك عندي؟ أنا 2 بلوك بدهم يعطوني 30 كيلو جرام. تمام؟ فبالتالي هسا بحكي 30 كيلو جرام على مساحة كم؟ 0.208، معناته 30 يعطيني نفس الإشي، يعطيني نفس الإشي. تمام، نجي للرب، الرب بحكي 0.18 ضرب 0.12 هاي ثابتة. شو الفرق معي هون؟ شو بتصير عندي؟ باخذ هذا الرقم هذا 1.4، كم بيطلع كيلو جرام معي؟ 21.6. بالتالي هاي 21.6 وين؟ كيلو جرام على المساحة. يطلع معي كله نفس الناتج، معي كله نفس الناتج. نفس الطريقة لو بدي 5 بلوكات بحكي، عبارة عن 2 ضرب 5 يعطيني كم؟ 1 متر. بالتالي 5 بلوكات منها 75، 75 بتعطيني على المتر المربع جاهزة. تمام، 75 تعطيني متر، هاي بتعطيني 0.52 1 ضرب 5 2، 75 على المتر على الستدي أريا اللي هي 0.52، بالتالي هاي 75 0.52 تطلع معي الجواب نفسه. هنا تصير هاي عندي ضرب واحد تعطيني الجواب 2500 ضرب 0.18 12، يعني هاي 54 كيلو جرام. إذا بدي ال 54 هاي على أي أريا؟ هاي على الأريا الستدي أريا اللي عندي 0.5 على المتر المربع. كم بدها تكون؟ بوينت 52. بطلع معي الجواب نفسه، بطلع معي الجواب نفسه. فبالتالي شو بستنتج أنا عندي؟ طبعا هاي سوليوشن 1، سوليوشن 2، سوليوشن 3. واخذت بلوكة ولا بلوكتين وثلاث بلوكات هو نفس الاشي. شو اللي بيفرق معك؟ بيفرق معك اشي واحد. شو راح تحكي لي؟ احكي لك اللي هو
تحكي لك اللي هو عبارة عن study area نفسه. يعني بالامتحان ممكن يدق لك study area هيك، ممكن يقول لك لا study area هيك، ممكن هيك. هو شو بيجي بحكي لك؟ بس بشكل عام بيقول لك يعطيني عدد أو وزن البلوك على study area تبعتك، أعطيني وزن البلوك على المتر المربع. لو أعطاك وزن البلوك على المتر المربع، الكل عنده ثابت نفس الإشي. فأهم إشي بدك تنتبه إنه study area في one way ربت slab عبارة عن واحد بلوك زائد واحد رب، اللي هي دائما خذها قاعدة اتجاه الرب عندي هيك، واحد بلوك زائد واحد رب اللي هي نص البلوك من هون نص البلوك من هون. أنا بالمخطط هون بقول لك إنها 0.4، بالتالي نصها من هون 0.2، نصها من هون 0.2، وإيش في بينهم عصب، فقديش المسافة هاي؟ 5.2. هي هون فعليا واحد بلوك زائد واحد رب. بالويت أنت بتختار الستدي أريا، أنت هون بتختار الستدي أريا، إيش حاب تاخذ الستدي أريا؟ تاخذها بلوك لك ماشي، تاخذها بلوكتين ماشي، تاخذها ثلاث ماشي، تاخذها نص بلوك عادي. بالنهاية بدك تحسب أنت على المتر المربع، أثبت لك طلع لك نفس الجواب النهائي اللي بيفرق معك على الستدي أريا. نرجع لهون توب مات، هاي مات على المتر المربع. طيب لو طلب مني التوب مات على الستدي أريا شو بعمل؟ بشوف شو الستدي أريا اخترت، اخترت هاي بعمل نسبة تناسب، قول 175 على المتر المربع. طب الستدي أريا كم تعطيني؟ تضرب وتقسم نسبة تناسب عقل. تمام، ايش هذا الون واي سلاب؟ ون واي سلاب. نيجي نحكي عن التو واي ريبد سلاب، نفس الطريقة، ما بفرق اشي في الستدي اريا، ما بفرق اشي في الستدي اريا. اي تو واي التو واي ريبد سلاب سكشنها شوي مختلف. باخذ السكشن تبعي يجي زي هيك، انا هون هذا سؤال كان سلاب 5 8 متر، بدي بحكي لك تمام. قلت لك أنا عرض البلوك 0.6 وعرضها 0.6، قلت لك عرض العصب هذا 0.15 بالجهاز والاتجاه هذا 0.15، شو الستدي أريا بتكون؟ لك بكل بساطة الستدي أريا بتكون عبارة عن واحد بلوك زائد واحد عصب. عشان عندي اتجاهين شو بسوي؟ بسوي كالتالي، باخذ نص عصب من هون، هذا العصب شايفه؟ باخذ نصه، هذا العصب نصه، تلاشي هذا العصب، هذا العصب انصاصه، باخذ انصاص العصب. هاي هي الستدي اريا، الستدي اريا هي فعليا ايش؟ واحد بلوك زائد نص عصب من هون نص عصب من هون، ونفس الشيء نص عصب من هون نص عصب من هون. شو بصير عندي؟ بصير عندي خليني اخذ هاي سكرين زي هيك سكرين، تمام. باجي بحكي لك هاي عبارة عن كم؟ نخرب عشان الوورد نفسه مشان نجيب الملف عندكم. بقول لك هاي عبارة عن 0.6 وهاي وهاي برضه عبارة عن 0.6. بس هاي عبارة عن نص العصب وهاي نص العصب نفس الطريقة، هاي نص العصب وهاي نص العصب، فبالتالي هذول كلهم 0.15 على 2، هاي نفس الشيء 0.15 على 2 0.15 على 2. أنا هذا كمثال، فبالتالي أنا إيش أجي بحكي؟ إيش بجي أحكي؟ بجي أحكي عندي هون، باجي بحكي كالتالي، تدي اريا عندي، تدي اريا هي عبارة عن مربع هذا كامل، هو عبارة عن ون بلوك زائد ون رب مضروب في ون بلوك زائد 1 رب. تمام، قولي تمام. أنا بكل بساطة إذا كان الرب من هذا الاتجاه نفس هذا الاتجاه نفس هذا الاتجاه ربع تربيع، مش نفسه تأخذ الأطوال كما أنت شايف. مثلا هذا الطول بوينت، مثلا هذا بوينت 12
خلينا نحطه بالأزرق بالزهري، لو هاي بوينت 12 وهاي بوينت 12 يكون هذا العرض كم عندي؟ بوينت 7 2، تمام؟ هي بوينت 12 من نص، البوينت 12 من هون، نص البوينت 12 من هون. لو عندي بهذا الاتجاه كم؟ لو هذا بوينت 15 بتصير هاي عندي بوينت 7 5، الاريا بتصير عندي بوينت 7 2 في بوينت 7 5. يعني حسب اتجاه الاعصاب عندك بكل اتجاه، كان الاعصاب متساويه فهذا بكون تربيع، هذا بكون تربيع. تمام، هاي هي ايش؟ هاي الستدي اريا دائما ثابت، دائما ثابت. شو بتجي تقول لي؟ بقول لك على فرض نفس السكشن اللي فوق، نفس السكشن اللي فوق شيء ثابت، هذا ثابت تمام، ثابت على المتر المربع، لكن والبلوك برضه ثابت، بس البلوك ايش؟ انا هون الستدي اريا ايش ماخذها؟ واحده بس، باخذ البلوك باخذ بس هاي، نفس الاشي. دقيقة نجيب البلوك، بس هون الستدي اريا عندي كم؟ حسب الستدي اريا ايش بدي اختار حسب المثال اللي عندي؟ حسب المثال اللي عندي عبارة عن تساوي 0.75 و 0.75، هي عبارة عن 0.6 زائد نص البوينت 15 نص البوينت 15 وبوينت 6 زائد نص البوينت 15 زائد نص البوينت 15 تساوي 0.5. هاي ايش؟ متر. بس هون البلوك واحد بلوك 15 كيلوغرام، الستدي اريا كم؟ 0.5625. بطلع عندي 26.6 كيلوغرام. تمام، هذا ايش؟ البلوك. جرب، في مشكله، جرب اذا بتلاحظ. رب دي انا هون اربع ربات فعليا، او ربين، او ربين تقدر تقول. فانت تقدر تاخذ الستدي اريا وتاخذ الاشي هذا زي ما هو، اقول لك لا، راح يكون قانونه عبارة عن الرب تساوي الار سي مضروب مساحة الكبيرة كاملة ناقص مساحة البلوك. دائما خلينا نحكي اريا، ستدي اريا فعليا ناقص اريا بلوك، هذا القاعدة، هذا القاعدة. تمام، مضروب بايش؟ هاي ايش؟ بالمتر المربع، انا بدي اياها بالكيلوغرام. ارتفاع الرب ثيكنس، تمام، ضرب الثيكنس، هي دائما الرب. فال 2500 هي كثافة الكونكريت مثل ار سي. يلا تمام، الرب الرب تساوي 2500، ستدي اريا كم؟ 0.5625 أو 0.75 تربيع ناقص 0.57 تربيع ناقص الأريا بلوك. الأريا بلوك 6.6 مضروبة في كم؟ ارتفاع الرب. طلع عندي 90.125 كيلوغرام الرب. طب إذا بدي أعمل متر مربع نفس الطريقة، نفس الطريقة، قول أعطاني 91.125 كيلوغرام، هذا إيش؟ على الستدي أريا تبعتي. طيب بالكيلوغرام بشكل عام كم بيعطيني على المتر المربع؟ نسبة تناسب بيعطيني الوزن والرب كيلوغرام على متر تساوي 162 كيلوغرام على
متر مربع. هيك بكون احنا حسبنا الديد لود. طبعا بعدين التكمله نفسها، التكمله نفسها شنو نفسها اللي هي هسه خلينا نغير الخط. هي هاي التربيع بكون انتهى الدرس. بعدين خلي قبل نفس الاشي اللي هي مجموعة لود، مجموعة لايف لود، بارتيشن ما بارتيشن، تعرف هاي كلها. اهم شي تفهم الستدي اريا. الون وير بتحسب عدد البلوك، تو وير بتحسب عرض البلوك وارتفاعه، ارتفاع الرب من اتجاهه، ارتفاع الرب من اتجاهه. يعطيكم العافية.